وهلا مع مايا ببرنامج فتوش. عم تسمع راديو سوريالي. صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا بحلقتنا الأولى من برنامج فتوش على راديو سوريالي. لمتنا على الأكل من أحلى الشغلات بسوريتنا، وكيف جمعة حلوة على صحن فتوش ممكن تكون أطيب من خروف محشي. أنا مايا، وأنا وإنتو سوا رح نترافق بنفس هذا الموعد من كل أسبوع على مطبخ سوري بمنطقة جديدة. سوريالي عم تسمعوا مايا ببرنامج فتوش. يا حلوة يا أم الجنة، نجمة وبالسما تلاني، أنا وصيكي بالقمر ما وصيكي بحالي. سوريا لي. واليوم بحلقتنا الأولى حنروح مشرق على دير الزور لحتى نطبخ أكلة دارية كتير طيبة اسمها الفورة. فورة؟ ايه فورة، وجاي اسمها من نقطتين. اول وحدة انه بدها وقت كتير منيح على النار لحتى تغلي وتفور وتفور وتفور، والتانية انه بتعطي طاقة وحرارة كتير للجسم. بالدير الفورة هي اكلة فطور يوم الجمعة اللي بتلتم العيلة حواليها كل اسبوع بالشتوية، ولانه نحنا عبواب الشتاء وما في شي يدفينا فكرنا انه نطبخها سوا. اكلتنا طيبة وسهلة كتير كتير، وبتتكون بشكل أساسي من مادتين متوفرين بالسوق وسعرهم مناسب جداً، اللي هنن الكشك واللوبيا اليابسة. وكمان ما بتاخد كتير وقت بالتحضير، بين 30 ل 35 دقيقة تقريباً. فمبارح قعدت مع الحبابة أم خالد وتعلمت كيف أطبخ الفورة، اللي هي أكلة كتير طيبة وكتير مفيدة. وعلى فكرة حبابة هو اللقب اللي بينقال للست أو التيتا بدير الزور. جهزتوا الورقة والقلم؟ لأنه هلأ رح أعطيكم مقادير الفورة لأربع أشخاص. جاهزين؟ يلا. أول شي في عنا الكشك، ومنقدر نستعمل الكشك الخشن الديري اللي بيجي مثل أقراص فلافل كبيرة، بين 3-4 أقراص، وهدول لازم ننقعهم من قبل بليلة لحتى يتشتش الكشك منيح. أو فينا نستعمل 3 معالق كبار من الكشك الناعم، واللي هو متوفر بالأسواق وأسهل بالشغل، لذلك رح نعتمده بطبختنا اليوم. كاسة عوين، واللي هي اللوبيا اليابسة البيضة وهيك اسمها بالديري عوين. ثوم مدقوق بين 6-8 سنان حجم وسط، ليمونة كبيرة بتطلع تقريبا نصف فنجان قهوة، سمنة أو زيت مثل ما أنتوا بتحبوا، وملح ونعنع. رح عيد المقادير مرة تانية مشان إذا حدا راح عليه شي أول مرة. كشك إذا داري خشن بين 3-4 أقراص، وهدول لازم ننقعهم من قبل بليلة، أو 3 معالق كبار من الكشك الناعم الجاهز. كاسة لوبيا يابسة، ثوم مدقوق بين 6-8 سنان وسط، نصف فنجان قهوة ليمون، سمنة أو زيت حسب الرغبة، وملح ونعنع. هلأ كيف منعمل الفورة؟ بس قبل كل شي لازم نحط غنية دارية لحتى نفوت بالمود وتزبط الطبخة منيح. هيك ها الصبح ويا فتاح ويا عليم بتفيقوا وبوشكن على المطبخ وبتنقعوا كاسة اللوبيا بالمي. هي بدها تقريباً من 2-3 ساعات، يعني لبين ما تشربوا القهوة وتصحصوا منيح، أو ممكن تنتقع من قبل بنهار إذا بتحبوا. بعدين منصفي اللوبيا بعد نقعها ومنسلقها على نار قوية لتستوي، وهي بدها تقريباً لحتى تستوي 20 دقيقة. بهاي الأثناء وبطنجرة تانية منحط 3 معالق كبار كشك ناعم مع 4 كاسات مي باردة، ومنبدأ منحرك ليحل منيح. منشعل تحته النار وبدنا نضل عم نحرك وننتبه حتى ما يجبل الكشك قبل ما يغلي. عم تسمعوا مايا ببرنامج فتوش. يا
سوريا. قولها يا ويل ويلي طول. ولبين ما ندق التومات وتستوي اللوبيا ويغلي ويشبك الكشك مع بعضه، خلوني احكي لكم شوي عن النسيج الاجتماعي المشبوك بشكل حلو وغريب ورائع لمحافظة دير الزور. معظم سكان دير الزور بترجع أصولهم لقبائل عربية وعشائر استقرت بالمنطقة للزراعة واستثمار الأرض، طبعاً بالإضافة للبدو الرحال ونسبة من الأكراد والكرد والأرمن. وعلى فكرة دير الزور هي من المحافظات اللي نفي إليها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، وسنوياً آلاف من الأرمن بيحجوا لكنيسة شهداء الأرمن بالمدينة، وهي معلومة ما كتير مننا بيعرفها. نهر الفرات بدوره أثر بتكوين كل ثقافة المنطقة وتاريخها، وعطاها نوع غريب من التمازج بين قسوة الصحراء والخضرة والخصوبة على أطراف النهر. مثلاً التراث الموسيقي بالمحافظة حزين بشكل عام حتى بشكله الغزلي، وبيعتمد على الفراتيات والمولية والنعي، لأنه كتير من أهل المنطقة وخصوصاً الأطفال والشباب كانوا يغرقوا بنهر الفرات. بنفس الوقت الفرات ما ارتبط بس بالحزن، بليلة النصف من شعبان مثلاً في عادة اسمها المحية، وبهي الليلة اللي بيكون فيها الأمر بدر بياخدوا الأهالي الأولاد وبيطلعوا على الفرات، وهنيك بيندروا ندر أو بيتمنوا أمنية وبيشعلوا شمعة وبتنحط بالنهر على أمل أنه تتحقق. هاي الشموع يطلق عليها اسم شموع الخضر نسبة للنبي المعروف الخضر أبو العباس. وبهي الليلة بيضوي الفرات كله وبتمشي الشموع بالمي، وفيكن طبعا تتخيلوا المنظر شو حلو. بس للأسف هي العادة اختفت تقريبا مع قرب العمار من النهر، وصاروا الولاد بيطقطقوا فتاش بهي الليلة بس. عم تسمعوا مايا ببرنامج فتوش. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إنك لي. من الشغلات الخاصة كمان بدير الزور هي الشراديق. والشرداق هو قهوة قديمة على ضفاف الفرات، وعادة ما الشباب والرجال وبعد شغل نهار طويل بتجمعوا فيها المساء وبتطول الأحاديث وبتطول معها السهرة. اليوم وبهذا الوقت اللي نحن عم نحكي فيه، دير الزور فضيت من كتير من أهلها نتيجة القصف والدمار والوضع الإنساني السيء هناك، ومعظمهم اضطروا ينزحوا باتجاه الحسكة والقامشلي بشكل أساسي. وللأسف التهميش اللي طال دير الزور قبل الثورة وامتد خلالها بدنا وقت كتير لحتى نتجاوزه ونرجع نرمم مو بس الدمار اللي على الأرض، لا الدمار والأذى اللي جواتنا كمان. الله يحمي أهل الدير وسوريا كلها، وإن شاء الله قريباً منروح ومناكل الفورة كلياتنا سوا هنيك. حنروح فاصل صغير ومنرجع لنكمل طبختنا، خليكن معنا. سوريالي عفكرة هذا مو راديو. جنة جنة والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب. عم تسمعوا مايا ببرنامج فتوش. حتى نارك جنة، جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبيب، يا ابو تراب الطيب. حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن. مرحبا، رجعنا ببرنامج فتوش على راديو سوريالي. وقبل الفاصل كنا عم نستنى الكشك ليغلي لنكمل طبختنا الطيبة الفورة بالدارية. هلأ الكشك عم يغلي وشبك مع بعضه منيح، واستوت اللوبيا وصارت طرية.
فحنطفي تحت اللوبية ونصفيها من ميتها ونضيفها على طنجرة الكشك، منحركها شوي شوي ليمتزج الكشك واللوبية سوا، ومنضيف الثوم المدقوق بس منترك منه شوي لأنه رح يلزمنا، منضيف الليمون والملح حسب الرغبة، ومنتركها على النار لحتى تغلي وتتعقد على مهلها. هلأ بمقلاية رح نحط 3 معالق زيت بلدي أو سمنة مع شوية الثوم المدقوق اللي تركناهن على جنب، ومنقليهن شوي على النار، بعدين منضيفهن على طنجرة الطبخة. هلأ تحريكتين ليدوب الدسم ويمتزج منيح، وبس تغلي غلوتين منطفي تحتها ومنسكبها بصحون ومنرش على وشها رشة نعنع. ممكن إذا بتحبوا تجربوا تقللوا عيار المي وتعملوها سميكة لحتى تتاكل بالخبزة. شكرا كتير كتير للحبابة أم خالد اللي علمتنا الفورة، وبتمنى تجربوها وأكيد رح تحبوها لأنها طيبة كتير ومفيدة جدا. وصحتين وألف هنا. فيكن ترجعوا تسمعوا الحلقة بأي وقت على الويب سايت تبعنا www.suriali.com. وانطروني أنا مايا ببرنامج فتوش من راديو سوريالي بلمة جديدة وأكلة سورية طيبة، كل يوم أربعة الساعة 10:30 الصبح، والإعادة السبت الساعة 10:30 الصبح، والتنين الساعة 4:30 بعد الظهر. من هون لوقتها أنا بودعكم، ولا تنسوا هذا مو راديو، هذا صحن فتوش. باي. بردين يا بردانا وش قلنا ليش يا دادا زعلانا، يا بردين يا بردانا وش قلنا ليش يا دادا زعلانا، يا بردين يا بردانا وش قلنا ليش يا دادا زعلانا، يا بردين خنجر الشامي وبصواب ودقدقي عظامي، يا ولي من جرحي ولامي وطال الليل وعيوني سهرانة، يا بردين سوريالي. هذا مو راديو.